الجو اللي تركي ليه او كل شيء وحياتي فيك سهير والدنيا اللي صدقت منه حياته وشبابه. وسط حضور جماهيري كبير افتتح العرض الأول للفيلم الروائي الطويل أمينة، إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج الفنان أيمن زيدان، وبطولة عدد من الممثلين السوريين، وذلك على مسرح دار الثقافة في مدينة حمص، حيث سعى المخرج من خلال طرح قضية نضال المرأة السورية في مواجهة أعباء الحياة في زمن الحرب، مبرزاً المعدن الأصيل للإنسان السوري. حبيت عبر الفيلم أحكي عن كل ارتدادات اللي تركتها الحرب على أرواحنا، كم الوجع، كم الحزن الهائل، عن هذه الجروح الغائرة اللي ظلت بداخلنا بعد أسوأ حرب امتدت 8 سنين. أم عظيمة، لأنه أنا بعتبر أن الأم السورية كانت واحدة من أيقونات الصبر والتحمل، واحدة من يعني الشهيدات الأحياء اللي نحن منرفع لهم القبعة لعظمتهم ولدورهم خلال هذه السنوات الصعبة. أنا سهيلة، هي البنت اللي بتوقع بين الحب وبين التضحية مشان العيلة، يعني بنت ريفية والحياة قست على العيلة كلها مثل ما قست على كل العالم، يعني الحرب امتداداتها بالبيت لسه أصعب من القذائف والتفجيرات وقطع الكهرباء والغاز وهيك أشياء. نحن صنعنا الفيلم بكتير حب، بنتمنى أنه يوصل هيك، بنتمنى أنه الفرحة تفوت على قلوب العالم. يعني هو الفيلم حزين بيشبه قصصنا كلياتنا، بس نحن هدفنا أنه يعني رغبتنا أنه هيك يصنع شوية أمل أو حب بالحياة. نتمنى أنه أمينة اللي بيحكي واحدة من حكايات الحرب السورية، كتبها طبعا الأستاذ أيمن مع سماح قتال وأخرجها هو الأستاذ أيمن الصديق، بتمنى هذا الفيلم يلاقي نجاح وصدى عند الجمهور بمدينة حمص، ومدعيكم تحضروا بالأيام اللي جاية، يمكن بقيان العرض 4-5 أيام، فرصة لحتى تشوفوا وجهة نظر مختلفة شديدة الحساسية عن ما عشناه من حرب. البطلة فيها هي الأم. هذا الفيلم هو تجربة إنسانية بالمطلق، فنية غالية على قلبي كتير وعلى قلب كل اللي بتخيل كل اللي اشتغلوا فيه لهذا الفيلم، لأنه في شيء إنساني عاطفي عالي المستوى قريب من قلوب الناس، وإن شاء الله يا ربي يحقق المرجو يعني منه ويوصل لكل الجمهور اللي عم يشوفه. إيه والله أحبك ومرتين زهير موافقة أتجوزك. الأعمال السينمائية التي تحاكي واقع الحرب على سوريا بدأت تأخذ ملامحها الإبداعية مع التعمق أكثر في روح الإنسان السوري ببساطته وصلابته، وطرحها بأسلوب واقعي فني راق جذب الجمهور السوري المتعطش إلى سينما تمثله وتوصل ألمه وقوته إلى العالم.